تحية خاصة وخالصة لكم جميع المشاهدين من هذا الاستوديو في قناة الهداف، استوديو الأولمبياد الذي نتحدث فيه عن المشاركة الجزائرية خاصة وبشكل عام من كل ما يصاحب الموعد الأولمبي في باريس 2024، وذلك بالطبع رفقة ضيوفنا الأكارم من الرياضيين الحاليين والسابقين والمدربين أيضا في مختلف التخصصات والزملاء الإعلاميين. نتشرف اليوم بحضور ثلاثي المدرب ألعاب القوى عز الدين صخري. مرحبا بك معنا كوتش. مرحبا بكم وربي يجازيكم ان شاء الله، ان شاء الله نكون خفاف على المشاهدين الكرام ان شاء الله. نعم مرحبا بك كوتش عز الدين صخري، وايضا ينضم الي من جديد يشرفني بحضوره مدرب المنتخب الوطني سابقا والحالي للمنتخب الوطني العسكري للملاكمه ابراهيم بجاوي. مرحبا بك. مرحبا بنا وشكرا على هذه الاستضافه، وان شاء الله نمدوا كاع المعلومات لمتابعين قناه الهداف. نعم شكرا كوتش بجاوي، وايضا معي اليوم من زملاء الاعلاميين سميح أمعوش. مرحبا بك سميح. شكرا الأخ على الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله نكون نفيدوا الجمهور بالمعلومات فيما يخص الشأن الرياضي إن شاء الله. نعم شكرا سميح. إذن الحلم يتواصل مع إيمان التي آمنت بقدراتها وتحدت الحاقدين لتبلغ نهائي الملاكمة في وزن 66 كيلوغراما بعد أن تجاوزت بالإجماع المنافسة التايلاندية جانجايم سوانا بينغ. إيمان خليفة كانت في الموعد كالعادة مركزة تماما على منافستها وأبهرت الجماهير الرياضية في ملعب رولان غاروس بالعاصمة باريس. إيمان خليفة أظهرت أنها جاهزة بدنيا وبالأخص نفسيا بعد كل ما عاشته بنت الجزائر في العاصمة الفرنسية من حقد وكراهية لا معنى لهما ولا سبب لهما. أيضا إيمان خليف تواصل تشريف الجزائر بفوزها في نصف النهائي لتضمن بذلك الميدالية الفضية، لكن إيمان والشعب الجزائري كله أجمع يريد المعدن النفيس يوم الجمعة بداية من الساعة 9:51. ها هي إيمان تشرف الجزائر وتواصل تشريف الجزائر وتحقق حلمها في الملاكمة. نبدأ مع الكوتش إبراهيم بجاوي، تحليلك للنزال الذي جمع إيمان خليف بالتايلاندية سوانا بينغ. لا بما يخص النزال تاع ايمان في الدور النصف النهائي، يعني شفتها انا لكمت يعني بطريقتها، كانت يعني ليتي كونفيونت، يعني طمرت، يعني هي لما لكمت في الدور الثمانيه مع الايطاليه. نعم. يعني الايطاليه ما كانت مع، يعني كانت مبرمجه باش ما تلاكمش. نعم. يعني المنازله انتهت في حوالي 46 ثانيه. نعم. وكانت عملت كاع المشاكل باش ما تلاكمش، باش تنسحب، يعني ما شفناهاش في الدور الثمانيه، في الدور يعني الكارد فينال، في الدور الربع النهائي، يعني تما لكمت مع الملاكمه البجاريه. نعم. يعني لكمت بذكاء، استعملت بعض الاخطاء، ايمان ارتكبت بعض الاخطاء، ولكن دومينات، يعني سيطرت على المباراه، كل جوله سيطرت عليهم. نعم. يعني بطول القامه تاعها ولكمت يعني بطريقه يعني نورمال. نعم. ارتكبت بعض الاخطاء، هذوك الاخطاء هذوك، واخذت انذار، اخذت انذار مع المجاري. يعني حرمها نقطه الحكم. اي نحو لك نقطه، انذار. نعم. تنحى لك نقطه. وزاد كان معول الحاكم ثاني، كان معول عليها باش تزيد لها حتى الانذار الثاني. نعم. يعني هي الحمد لله تجنباته في المقابله تاعها مع تاع النصف النهائي. نعم. يعني طلعت لكمت بذكاء، يعني ارتكبت قليل الاخطاء، يعني كانوا ما كاينينش، لكمت بذكاء وسيطرت على تل جولات، يعني كل جولة خرجت خمسة، يعني تسعة عشرة تسعة خمس مسقوطات، يعني في ثلاث جولات خرجت النتيجة 5-0 في ثلاث جولات، يعني سيطرة تامة، يعني أنا بابري دريسك، يعني على دوميني كاع، وخدمت هذه ديستونس. نعم. أنا ما دخلتش في لاباكار،
مع الادفيرسير كانت ما تروح ليكورد، كانت غير تروح ليكورد تشوف راح عطاها تعاود تخرج رابيد مو تخرج من لاكورد. نعم. يعني لابليكي يعني لو سيستم تاع لو كومبيتيسيون في لو نيفو خدمته بجداره. نعم. يعني وفازت عليها يعني بدون، وهي انا نظن يعني رايحه ما من النهائي على حساب هذيك الشنويه هذيك اللي راح تطيح معها لاشينواز. نعم. سنواصل الحديث عن هذا كوتش إبراهيم، ولكن الآن أود أن أخذ رأي أيضا المدرب عز الدين الصخري. يعني الكل كان ينتظر، نحن نتحدث عن الكوتش إبراهيم أعطانا يعني تحليل أداء بما أنه مدرب في الملاكمة، ولكن أنت كمدرب بشكل عام في الرياضة، يعني الحضور النفسي لإيمان خليف يعني يواصل الإبهار المتتابعين. يعني هي في كل مرة ما زالت ما نقولوش انتقادات، ولكن الحقد يعني يلاحقها، ولكن هي تدخل الحلبة وتنازل بشكل عادي وتتجاوز المنافسين. يعني لا بريباراسيون مونتال تاعها كوتش راهي مليحة بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الجانب الذهني تاع البطلة إيمان خليف كان يعني فوق يعني واش نخمو، كان انفار يعني بالحديد. شفناها كان عندها ضغط في النصف النهائي في الربع النهائي. نعم. كانت جوزاته في هذاك اليوم، لذلك يعني استعملت بعض الاخطاء في الربع النهائي. نعم. كان قادر يسبوا لها يعني بعض المشاكل في التنقيط. نعم. وكانوا قادرين يعني حتى يخسروها لو كان كملت في هذوك الاخطاء. نعم. في النصف النهائي كانت يعني ما دارتش اخطاء، ممكن بالك 1%، كانت ضربت توحة كانت ثابتة. نعم. ولهذا يخليها يعني تكون يعني احترافية محترفة يعني. نعم. ملاكمة محترفة بارابور لي زادفيرسير توحة كاع اللي فاتوا في هذا البطولة الألعاب الأولمبية. ومن جانب النفسي يعني كون وحدة في بلاصتها كانت ما تقدرش تدير المنازلة، رغم يعني كل يعني الضغوطات من الخارج، من التواصل الاجتماعي. نعم. من نعم. الفيدرالية الدولية للملاكمة. نعم. هذو. نعم. كلهم صحيح. يعني احنا الحمد لله جوها يعني بوزيتيف ايجابيه. نعم. لهذا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تروح في هذا المنوال وتكمل في هذه الطريقه. نعم. الطريقه تاع اللي راهي تمشي بها، وان شاء الله في النهائي تفوق ان شاء الله. نعم. وجبنا ميداليه ذهبيه ان شاء الله. كوتش صخري ايضا سميح، يعني نتابع نحن كاعلاميين كل ما حدث لايمان منذ انطلاقه الى الالعاب الاولمبيه قبل نزالها امام الايطاليه كاريني. يعني كيف تعاملت ايمان مع كل ما وجه لها من حقد وكراهيه؟ يعني لا سبب لهما، نحن كاعلاميين نرى انه لا سبب لهذا، وهي ايضا قالت في تصريحات انها يعني ما تعرفش السبب اللي خلى الناس هادو يديروا هذه الامور. اولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لما نقولوا ايمان خليفه اليوم في باريس، الاحداث التي يعني تعيشها وعاشتها وعشناها معها يعني نحن كجزائريين نساندوها، انه الاحداث بدات في بطولة العالم السنة الفارطة سنة 2023 بنيو دلهي بالهند. نعم. من طرف المنظمة يعني الفاسدة الإي بي آي، الاتحاد الدولي للملاكمة، صاحبته أنه ملاكمتنا تم إقصاؤها في الدور النهائي، يعني فازت على التايلاندية اللي فازت عليها في نصف نهائي الألعاب الأولمبية، هي نفسها اللي واجهتها العام اللي فات في نيو دلهي بالهند وفازت عليها، يعني الدور النهائي حتى انه المنازله النهائيه يوم الجمعه ان شاء الله راح تنافس هي نفسها الصينيه لياو ذات 34 سنه، اللي هي نفسها تاع السنه الفارطه 2023 اللي كانت مبرمج ان تنافسها. نعم. فيما يخص انه الكرونولوجيا الاحداث اللي سيرت بطلتنا ايمان خليف خلال اولا النزال الاول ضد الايطاليه ثم المجاريه ثالثها التايلانديه والان الصينيه، يعني لما نقول انه الصخب الاعلامي والضجه والتاثير يعني اللي سحب المباراه الاولى بين الايطاليه وايمان خليف، انه التاثير رجع بالايجاب على بطلتنا ايمان خليف، بينما رجع بالسلب والعكس على الايطاليه يوم المنازل، وبالدليل انه الايطاليه
ما قدرتش نفسيا انها تقاوم، يعني ولات يوم المنازله في الدور الثمن النهائي كنشوف ايمان خليف يعني مجهزه نفسيا وقويه ما قدرتش تواجهها، يعني وهو ما يعني ما صرح به مدرب الوطني. يعني نعم. فيما يخص المباراة الثانية، إيمان كسبت الثقة، لقات الدعم، المساندة ضد المجارية، حتى أن المجارية كانت يعني مهيئة نفسيا، أنه تحضير لما نشوفوا أن المجارية ضد يعني إيمان خليف، يعني دارت منازلة قوية، أخذت الند بالند إن صح التعبير، يعني إلى آخر يعني رمق، والحمد لله يعني تأهلت دور نصف النهائي. فيما يخص منازلة البارحة بين التايلاندية وإيمان خليف، أنه كانت منازلة يعني حتى التايلاندية كسبت مظهرا للمباراة السنة الماضية بين درهي، ليست هي نفسها التايلاندية البارحة، التايلاندية يعني كسبت نوع من الثقة، دربت يعني حسنت من الأداء، يعني ما هو يعني المدرب معنا يقدر يوضح لنا في هذا الأمر يعني أحسن مني كمختص تقني في مجال الملاكمة. نعم. ولكن إيمان خليف عزيمتها الجالية بقوة، الدبلوماسية الرياضية لعبت دور كبير في تسيير يعني الملف فيما يخص. نعم. بطلتنا إيمان خليف. نعم. يعني ما هو حتى أنه ممكن يعني بعد نطرقوا للدبلوماسية الرياضية. نعم. أنه إيمان خليف قضيتها بعد الألعاب الأولمبية راح تدرج فيما يسمى بسونتر ديتيد أولمبيك، يعني اللجنة الأولمبية الدولية تدرسها كدراسة خاصة قضية اسمها إيمان خليف، تدخل يعني في ضمن سونتر ديتيد أولمبيك كدراسة وكمنح يعني تمنح لمختلف الطلبة في العالم أنه يدرسوا هذه القضية فيما يخص نظرية الجندر، عدة يعني معطيات سنتعرف عليها يعني لاحقا إن شاء الله. نعم.